يقول السائل: مسجد يوجد في ساحته من الجهة الغربية ضريح ينذر له ويستغاث به عند الشدائد، فما حكم الصلاة في هذا المسجد؟ وهل يكفي لصحة الصلاة فيه أن يفصل بين المسجد وبين الضريح بسور؟ لا تجوز الصلاة في مسجد فيه ضريح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة عند القبور، والنهي يقتضي الفساد، النهي يقتضي فساد الصلاة. ولا يكفي أنه يفصل بينه وبين المسجد بسور، لا بد أن ينقل القبر، ينقل القبر ينبش وينقل عظامه تدفن في المقبرة، ويخلو المسجد من القبر وآثاره. أما ما دام القبر موجودا فالصلاة في هذا المسجد غير صحيح، حتى ينبش ويدفن مع القبور، يبعد عن المسجد، أو يفصل بينه وبين المسجد بشارع يمر معه الناس. أما مجرد الجدار ما يكفي هذا. نعم.